ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقه جديده من لعبه كده غريبه بس ممتعه. النهارده قررت اشتغل ضابط حرس حدود وفتش كل العربيات اللي خارجه واللي داخله واحقق من هويته واقفشهم وارحلهم بلادهم. بس قبل ما نبدا اقول لكم استعدوا يا اصحابي واعملوا لي لايك وشير للفيديو لو انت اول مره تشرفنا على القناه وحابب انك تنضم لقناه ميجا. كل اللي عليك انك هتعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لي في التعليقات صديق جديد في قناة ميجا وانا هرد عليك وهرحب بيك. يلا بينا نبتدي. تقريبا انا ماشي بالعربية راح استلم الوظيفة. Končeliš kaj raznikov? Pa to ima vaši več to ili a kristkov mačkov. A da me تقريبا كده وصلنا الحدود. تسلم، ده السواق الخاص بتاعي راح يوصلني. افتح الباب كده. ايه ده القطر ده؟ ده بيقول لي الجزء الاول. ماشي، مطلوب القبض على واحد زي الفل. ماشي، ده المكتب بتاعنا. جواز السفر. المفروض اشغلها يعني؟ انا لسه بستكشف اللعبة معاكم. ده بيفتح البواب عشان العربية تعدي. زي الفل قوي. اوف بقى كده. خد، راح فين؟ رخصك وجواز السفر بتاعك. جواز السفر ولا ده تصريح؟ اسمه مظبوط. بنتأكد طبعا من كل البيانات بتاعته. ده انا اول يوم استلم النهارده الشغلانه ديت. بنشوف طبعا الكنترول بتاع اللعبة وبنشوف طبعا ايه اللي المفروض نعمله. بس هو مدينا اعلان على حد مفروض ان هو اتقبض عليه او هنقبض عليه يعني. طبعا ده نازل في الجريدة بتاريخ 16/4/1981، يعني تقريبا كده قبل ما نتولد كلنا. ماشي، عايزين نتحقق من كل البيانات. تمام، نديله جواز السفر يعني. هو دول. ختمت له عليه. يمسك قفل الازاز وهيمشي. يلا، رحلة سعيدة. ايه ده، دي طلعت شغلانة سهلة اوي. تعالى يا ابني افتح العربية التانية. دي دولة ايه دي اللي انا فيها؟ استنى نفتش اول حاجة. وايه العربية الزغننة دي؟ 127. هات يا ابني رخصك. جواز السفر برضه. شكلك غلط. تمام، اول حاجة صح، التانية صح. لا، في حاجة غلط هنا بقى. عليه قضية تقريبا. عايزين نتأكد بس الأول قبل ما نختم له عليه التقرير بتاعه. هو شكله غريب أصلا في الصورة. احنا محتاجين ننزله بس رفضناه. يلا،
اركن لي على جنب كده نشوف الموضوع ده ولف وارجع. بس لف ورجع ما عدتهوش، طلع عليه قضية وانا دوري كظابط حرس حدود ما ينفعش ان انا امشيه، ما ينفعش ان انا ايه اخليه يسافر. ماشي، افتح العربية اللي بعديها. وانا ايه دوري كده بس كده، هي دي الوظيفة الجديدة. نزل اشتباكات، العربيات بتاعت زمان. نزل ازاز يا ابني، هات جواز السفر. محتاجين نتأكد من البيانات بتاعته. هو اللي في الصورة؟ هو. طب الاسم؟ صح صح برضه. صح، لا كده ما عليكش اي حاجة. طب زي الفل اوي. جواز السفر بتاعك تمام؟ هتاخد التصريح. عدي، يلا رحلة سعيدة. احلى ظابط ميجا ده ولا ايه؟ يلا العربية اللي بعديها، تقريبا دي اخر عربية. اخر عربية دي بقى، دي بقى وريني يا ابني جواز سفرك يا ابني. هو نفس الشكل؟ نتأكد من الاسم. الاسم غلط. ماشي، شكلك وراك كارثة. غلط، الله، جواز السفر ده مضروب. جواز السفر ده مضروب. نعرف دلوقتي. ده مش بتاعه، ده تقريبا عليه احكام دي كده. يلا ريجكتد، رفضتك. لف العربية وارجع تاني، مش هدخلك. لف وارجع يلا. في عربيات تاني؟ مفيش. يلا لف وامشي، ما تجيش هنا تاني. يوم متعب قوي. ده الكرفان اللي هنام فيه. السرير بتاعي طبعا. اليوم الاول انتهى، ونكون وقفنا كده الفيديو. واشوفكم في حلقة جديدة، اشوفكم ان شاء الله الفيديو بتاع اليوم التاني. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل اصحابكم.